ما حنخلي ثانية الا ما نكون عم بتصل مع كل الهيئات الدولية لحتى نقدر نامن ابسط امور الحياة اللي هي صارت اساسية اليوم، الام اذا ابنها الكبير ترك البلد بتكون دمعة بعينها وما عندها تقدر تشتري حبة بندول، حبة أسبرو ما فيها تشتري، ما بتلاقي بالبلد، هالشيء كلنا عارفينه كلنا حاسينه الوضع صعب الوضع صعب كثير كلنا ايتنا بنعرف ولكن مش مستحيل اذا نحن تضمننا كلنا سوا كلبنانيين ما حخلي فرصه الا ما ارجع افتح ابواب وضق ابواب للعالم العربي نحن بحاجه للعالم العربي نحن بحاجه نرجع ما نوصل ما انقطع اذا لانه انا متاكد لن ينقطع شيء بين العالم العربي ولبنان لبنان ينتمي الى هذا العالم